متابعينا الكرام، يا أهلا وسهلا فيكم في حلقة استكشافات جديدة. اليوم جبنا لكم تحفة فنية، لعبة أكشن جي آر بي جي، ألا وهي تيلز أوف فيسبيريا. تيلز أوف فيسبيريا النسخة اللي معنا هي الديفينيتيف إديشن. طبعا خليني أحكيكم شوي عن اللعبة. اللعبة نزلت قبل تقريبا 10 سنوات في 2008 بشكل حصري، صدق أو لا تصدق، على الإكس بوكس 360. بعدها بسنة نزلت على البلايستيشن 3، بعدين نزلت على كل المنصات ويندوز، ليتر أون على البلايستيشن 4. وبعد 10 سنوات قرروا إنهم يحتفلوا بالذكرى العشرية إن صح التعبير بتنزيل هاي النسخة الديفينيتيف. نسخة الديفينيتيف موجودة أيضا على كل المنصات بلا استثناء إكس بوكس 1، إكس بوكس 1 سوري إكس بوكس السيريز، إكس سيريز، بلايستيشن 4، سويتش، ويندوز، ستيم، ستيم ديك، دكان العم سعيد، في كل مكان تقريبا. إيش اللي بيميز النسخة الديفينيتيف اللي معنا؟ اللي بيميزها تقريبا حسب ما بذكر 4 أو 5 أشياء. أول شيء عملوا أب سكيل للجرافيكس، فصارت اللعبة فول اتش دي بالكامل. حطوا ميوزك تراكس جديدة تحفة صراحة، ميوزكس كان ودي أسمعكم إياها في الانترو ولكن عليها كوبي رايتس، بالإنجليزي وبالياباني. حتى الدبلجة أو الدبلاج أو الفويس أكتنج أيضا موجود باللغة الإنجليزية واللغة اليابانية. حطوا كذلك ميني جيمز أو إن صح التعبير مهمات فرعية. إيش كمان؟ ضافوا شخصيتين جداد، قرصان أعتقد اسمها بيتي، وفارس اسمه فلاين على ما أذكر. طبعا والأهم من ذلك كله إنه كل DLCات أو DLCs أصبحت متوفرة وبشكل مجاني. زي ما تشايفين اللعبة متروسة animated cutscenes، يعني مقاطع كرتونية بستايل الرسوم الكرتونية أو الكرتون، وهذا الشيء جيد بالنسبة لعشاق المانجا أو الانمي. طبعا في 2008 تم إصدار اللعبة من جهة نامكو، من استوديو نامكو، قبل ما يندمجوا مع بعض ويصيروا استوديو بانداي نامكو. فاللعبة قديمة شوي، يعني لها تقريبا أكثر من 10 سنوات من إنتاج استوديو نامكو. طبعا الديفينيتيف إديشن من إنتاج بانداي نامكو الاستوديو المشترك. خلص هيك الانترو؟ لا لسه ما خلص. زي ما قلت لكم الحلو في اللعبة هاي متروسة animated cutscenes. اوكي بدأت اللعبة. يوري، خبر ليس جيد. ليش بتزعق او تصارخ؟ شوف بلاستيا خربانة مرة اخرى او خربت مرة تانية، بالكاد صلحوها او خلصوا تصليحها. مش قصة كبيرة، اتركها للفارس العظيم أو للفرسان العظماء أو الإمبرياليين، هذه هي وظيفتهم. الفرسان قلت لي ها؟ حركتهم بطيئة. وماذا عن البطل فلاين؟ عجبنا سيرته، هذا البطل الجديد اللي ضافوه في اللعبة. حاولت، لا ما بيخلوني أشوفه، ما بيسمحوا لي. أفهم من ذلك أني أنا replacement أو بديل فلاين، صحيح؟ ما عليك، عندنا already نقص في الموجودات أو الموجودين. تيد حول أو ساعد، جاي أمه بتزهم عليه أو بتنادي عليه تقول له حول أو انزل، يعني يلا يا يوري.
That's weird. Always come running whenever there's a... ملاحظين ال طبعا الجرافيكس لانه عملوا لها اب سكيل طبعا زمان 360. طبعا احنا بنتكلم عن جيل البلاي ستيشن 3 تقريبا او المنافس للبلاي ستيشن 3. فلاحظين لما عملوا اب سكيل للجرافيكس ممطوطه شوي, حاسسها شويه التكشر مشدوده شوي, وهذا بيخلي الالوان فيها شويه بهتان خفيف, بس اتس اوكي okay يعني مشكورين, كويس انهم حاولوا على الاقل انهم يحسنوا الجرافيكس, ما جابوا لنا اياها as it is هيك. العاصمة الامبريالية زافياس, اللي حاب يعرف وين احنا الحين, احنا في زافياس العاصمة الامبريالية. شكله الكلب هذا بيتكلم. يوري, واضح ابو شعرات حلوه, هذا اسمه يوري. فين لازم نروح طيب يا يوري؟ First the trouble with the knights yesterday. Now the aquablastia breaks. Why does stuff like this happen every day in the lower quarter? I know. There's no use whining about it. حلو, شايفين حتى السكريبت مدعوم بالفويس اكتنج, وهذا شيء جيد, بحمسك, بيبعد الملل اثناء قراءه النص, شيء جيد, متعوب عليها اللعبه حقيقي. هي كنز يعني, كنز من الكنوز الخفيه او الهيدن جيمز على النينتندو سويتش. يعني انا انصح صراحه باقتنائها. انا عندي النسخه السوفت, السوفت كوبي, شريتها لأنه كان عليها عرض مغري جدا, كان سعرها الأصلي $50. شريتها بعروض بانداي نامكو الصيفية بخصم تقريبا 70%, يعني تقريبا رسيت علي $15 تقريبا. يا بلاش, تتكلم عن لعبة جي آر بي جي من النوع الممتاز, وب $15 يا بلاش. هاي الميزة صراحة, ميزة العروض أو السيلز اللي بتصير على المتجر بتشجع الواحد إنه يشتريها سوفت كوبي. ولو إني دائما بفضل اقتناء اللعبة دائما على شكل هارد كوبي لعدة أسباب. طبعا للاقتناء أول شيء, لأنه اللعبة بتصير ملكك, تلعب فيها في أي وقت ممكن, ممكن برضو في المستقبل البعيد تصير نوع من أنواع الاستثمار. استثمار بعيد يعني نتكلم عن أقل إشي 7 سنوات 10 سنوات, ممكن اللعبة يصير سعرها يوصل للضعف أحيانا 3 أضعاف, هذا في حال كانت هارد كوبي. طبعا إذا كانت سوفت كوبي ما لك إلا تلعبها إلي ما تنتهي الدورة أو عمر الزمني أو الافتراض للسويتش, وبعد هيك بتصير غير متوفرة على المتجر لأنه بيسكروا المتجر زي ما احنا عارفين. في قبل 3 أيام سكروا متجر النينتندو 3DS للأسف, وبالتالي بمجرد ما يخرب أو ينكسر معك الجهاز خلاص أنت فقدت اللعبة. بينما هارد كوبي لا, تفضل معك اللعبة طبعا إلى أن يشاء الله. يوري ساعدنا, أنت ما بتساعد. سوري يوري قاعد يحكيكم ونسي حاله. الكور مفقود اللي في ال, في شيء بيركب في منتصف النافورة. شخص اسمه مورديو على ما اعتقد بيسكن في الرويال كوارتر, الربع الملكي, هذا الربع مش عارف ايش ماله بالضبط, الربع البلدي ان صح التعبير. انا بعتذر, ما حقدر
أساعد، عندي شوية ارتباطات أو انشغالات. صحيح المعلومات اللي كنت تعطينا إياها؟ طبعا. اللعنة، سوري بس هيك مكتوب. غريب اللانجوش، فيها شوية حدة، فيها أسباب يعني زي ما تشايفين، اللعنة ومجنون كريزي. أعتقد اللعبة مناسبة على هيك للتين ايجرز، 13 فما فوق على ما على هيك. طبعا مكتوب، شفت المانيوال تبعها قرأته على عجالة قبل ما نبدأ، إنه فيك تلعب أربعة لوكال، يعني لوكال مالتي بلاير اب تو 4 بلايرز، بس ما بعرف اذا حيمدينا في الاستعراض نوصل لمرحله انه نستعرض المالتي بلاير. طب انا بدي اشوف الخريطه على هيك يا جماعه، اول مره اشوف لعبه ار بي جي بدون خريطه، المفروض تكون طالعه برا. اكويبمنت ايتيمز سكيلز استراتيجي كوكينج ستاتس لايبراري سيفت، حتى سيف ما يمدينا اسوي. فين اروح؟ طيب امشي هيك اهيم على وجهي. انت ضايع، هذا اللي ما بحبه صراحه في العاب الجي ار بي جي، بخليك تسوي براوزنج اول اشي في القريه او المدينه قبل ما تبدا الجيم بلاي او القتال، وهذا الشيء مزعج نوعا ما. ماني عارف فين اروح. بدنا خريطة يا جماعة، مش متعود العب بدون خريطة. اها تعال تعال قرب. اعطيك الزبدة تبعت كل يوم، اخبار اخبار اليوم مع كوبايه قهوه الصباح كل ما تحتاجه. حابب تعرف ايش الاخبار السخنه اليوم او الاسطوريه؟ وندرلوغ، اوكي. مذكرات العجيبة أو السحرية. الوداع عن جد. وندرلوغ، إيش الوندرلوغ؟ أخذناها كتاب في مقالات. You can access the synopsis via the library from the menu. طيب أخذنا شيء يفترض انه في المنيو في اللايبراري. فين اللايبراري؟ لايبراري ايش هذا؟ What is this? Broken aqua blast. Reporting، ملخص على ما حدث الى الان. الى الان نافورة خربانة وبدها البتاع. خلينا نقرا بدها ايش بالضبط، نحاول نعرف ايش الobjective تبعنا. اوكي، في الكوارتر البلدي زي ما اتفقنا نسميه، عطلة اليوم النافورة في البلازا او في الساحة. سكان المدينة كانوا منزعجين وبحاولوا يفضوا الماء او يفرغوه، الوضع كان كرب، لم يتم تحسينه الى الان، لم يتحسن الوضع. تمام، هذا ملخص up till now. سمعت شو اللي صار في الربع البلدي؟ ايوه سمعت، عطلت عندهم الهاي، محتاجة فلوس كتير قوي قوي لتصليحها. على ما اعتقد محتاجين نبيع كنز
لإصلاحها. كانت يوري قاعد بتنصت بتجسس. تمام، أريد أن ألقي نظرة بنفسي. أخبرك من الآن، إنها كومة خردة. لا متعوب متعوب على الترجمة كتير. استمع إلى هؤلاء التعبانين، فيما معناه خردة قلت لي ها؟ حركات أوبا بضربة واحدة. عدنان ولينا هذا. الله 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 الله، ما خدوش معه إلا حصتين بس. واضح إنه إشي كبير هذا يوري. خردة قلت لي ها؟ والله ما خردة إلا أنتو. هل يمكنك أن تتعقب الأثر؟ Of course، أنا كلب. الله يكرمكم يعني. مش أنا يعني هو. أوكي. هذا الربع الملكي. حلو، الناس لابسين مرتاحين. ومتختخين شايف، معارضين. لا ملكي ملكي مظبوط. اوكي ها ايش طلع معك؟ مش عارف كيف بتعقب الاثر وفي تمه سجاير. بيب غليون، واضح انه كلب مقلع على الاخر او ذيب ان صح التعبير. Not just dress nice and hide in their mansions. طيب يمين ولا يسار؟ نمشي يسار شوي. بليز بدنا اكشن، الجمهور محتاج اكشن. انا شفت الكلب راح يسار صح؟ ممكن هذا هو المكان الصح. اها الحمد لله شغلنا الجمجمة شوي. هنا يسكنون الناس الكمل الامبرياليين. شكله لا يوجد احد. ترى هل هنالك طريقة اخرى؟ شباك، باب خلفي، اللي بالي بالك يعني. طريقة غير شرعية للدخول طبعا دائما في انتر من الشباك. والله عجبتني اللعبة صراحة. أنا هلأ فهمت ليش ما في خريطة، ما بتحتاج خريطة. فيري لينير يعني، أكتر من هيك لينير ما بقدرش صراحة. مش من هنا، يبقى من هنا. تبقى ايه حضرتك؟ من هنا تبقى تامر. شباك، جربنا كل الابواب ما زبطت. عندك أو عندك، الله أعلم، حاس إنها عندك وليس عندك. شفتك، حقط عليه. أيوة مورديو، مدري مودريو. أوبا نينجا أميزنج، ولد مطيع. يلا كويس، نتش الكيس.
انت شوقري، انت شوقري. تمام. طب ايش اخذنا؟ ايش اللي يا مخرج؟ الى الان ما في اكشن. 20 دقيقة استعراض للعبة وما في اكشن. امبليفبل. اشبه بالقصة المصورة الى الان. هذا كل اللي كان ناقصني. معتوه ايه ومعتوه بي. بقول لكم صراحة السكريبت متعوب عليه. على اخر. ايوه اكشن، شوية اكشن. يلا معتوه ايه ومعتوه بي. ان شاء الله. هذا وجه واحد بيحاول يهرب. انت ووجهك تجرؤ على قول ذلك؟ نعم اجرؤ. اسحبها او ارجع في كلامك. ايوه كويس. انا بديهم يتحمسوا. I want to kick some ass here. على ما أذكر بال شفت الريفيو تبعها إنها هي أكشن آر بي جي. هلا حنشوف ستايل اللعب تبعها. أنا بحب الأكشن آر بي جي صراحة، اللي هو الستايل الأقرب لسلسلة نينو كوني، منه لفاينل فانتسي مثلا أو دراغون كويست. كنترول S6 وسيمي أوتو. ما بدي سيمي أوتو، بدي فول مانيوال. Move forward and backward. LL. آه أوكي، يعني داش داش أو Y. أوكي طيب. Target nearest enemy using R. Change your target with LL while holding R. Move toward target's enemy. طيب أوكي. Move freely using ZL. أعطونا كوماند كتير صراحة، هحاول أشوف. المهم اللي فهمته إنه التريجر هو ZR. يلا نشوف كيف ستايل اللعب. هو هذا أهم شيء صراحة. Perform regular attack with B. طيب مرة واحدة بضرب. بقدر أضرب أكثر من مرة. ممكن أسوي كومبو up to 3 times, 3 hits. Good. You can also perform attack B. Freely. هذا ال تقدر تمشي freely أو trigger. Okay. خليني أمشي. Okay فهمت. طيب فهمت خلاص. Next. Sorry. Automatically. والله إذا أنتوا فهمتوا إيش أنا فهمت إيشي. صعب شوي صراحة التحكم. Again please. بدنا practice تاني. الديفنس. الواي. تمام. تمام. ديفنس واي. اتاك بي. زد ال فري موف. دبل كليك بيسوي داش او سبرنت. زد ار تريجر. تمام. فهمنا البيسكس الى الان. اعطيني. بيرفورم ارتس اتاك وذ اي. A special nice. Perform combo by using regular attack followed by A. يعني تسوي B B B A. الله قوينا. واحد اثنين ثلاث
حلو. نايس. فيها كومبو كتير. هيك صارت بتشبه نوعا ما سلسلة إيس. نفس تحكم إيس تقريبا. المرة الجاية جيبوا لي شباب حراس حقيقيين. تمام. حاول اللي تعلمناه نصد. 1 2 3. اوبس اوبس اوبس. I'm sorry. تمام. كيف نط قبل شوي؟ ما عرفت صراحة. ياهو. على هالوضع هذا حنموت. حنموت على الوضع هذا. لأنهم جنب بعض. ما معي بوشنز. أيوة. فجأة صار يلعب لحاله يا شباب. أوكي أوكي فهمت. إيش اللي change camera strategy moderate. واضح اني حمود. defeated. النتيجة معروفة جدا. لأنه هو فجأة صار يلعب لحاله يا شباب. كان أول شيء سيمي أوتوماتيك وفجأة صار أوتوماتيك. الظاهر هو المخرج عاوز كده. الظاهر مش حقدر أجاريكه الآن. كما هو متوقع جدا. من الجنود المحترمين. مثالة. اوكي. مش قادر اتصور انه ضرايبنا بتروح للرواتب العساكر هاي. لا يا سيدي تصور. لاين قلت لي ها. صرت متحمس اشوف فلاين الشخصيه او الكاركتر الجديده في الديفينيتيف او الخاصه بالديفينيتيف اديشن. وقت اللودينج كويس سريع لو لاحظتم. على فكرة ترى هذا كله انترو يعتبر او توتوريال. على هالنمط اعتقد ان اللعبة طويلة. طويلة بنحكي يعني فوق 120 ساعة ممكن توصل 200 ساعة اعتقد حسب تقديري يعني حسب خبرتي.
وهذا شيء نمطي جدا في العاب الجي ار بي جي او الاكشن جي ار بي جي. يعني العاب زي هيك كانت زمان على البلاي ستيشن تاخذ من سيديهين الى ثلاثه احيانا اربعه. تتذكروا فاينل فانتسي 7؟ ما اذكر كم سي دي كانت اكثر من سيديهين على ما اذكر، او سيديهين مش فاكر بالضبط. النسخه اللي عندي كانت تبعت البي سي، كانت على 2 سي ديز. فالزبدة انه متوقعين انه اللعبة تكون طويلة. البلاي تايم حيكون او حيكون طويل، وهذا شيء جيد. يعني تشتري لعبة وتتسلى عليها. طولنا كتير يا جماعة، كتير 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 كتير، في سكريبت زيادة عن اللزوم. يعني صارت أشبه ما يشبه بالقصة يعني، أو منها للجيم. خلاص أنا حضطر أوقف لهنا عشان ما أطول عليكم مشاهدينا الكرام. بس كالعادة حب أذكركم، إذا كانت هذه أول مرة لكم معانا على القناة، أنكم تسوونا سبسكرايب، وإذا عجبك الفيديو شير ولايك كالمعتاد، وإلى اللقاء.